اهلا بيكم في المطبخ ست البيت مع فالنتينا. النهارده هنعمل مع بعض كيكه، بس كيكه مش هديه. انتوا عارفين فالنتينا دايما بتجيب حاجات غريبه شويه، فما تتحدوش. عندي قرن فلفل حراق، تمام؟ فهنعمل كيكه بشوكولاته بالفلفل الحراق بالكوفي وكمان باللوز، يعني طعمها حلوه جدا. يعني اول مره انا يعني استغربت جدا، مثلا في فرنسا بيعملوا الكيكات زي براونيز كده اهوت بالشوكولاته، تقيله جدا وفيها شطه، طعمها مش ممكن. يعني انا اول مره سمعت قلت للناس مجانين، الفرنسا دي جنب كده لوحدها. بس لما دوقت الكيكه قلت يا سلام، مش ممكن، يعني حاجة حلوة خالص. فالنهارده أنا هعمل معاكم يعني مش بالظبط زي أنا دقت قبل كده، بس حاجة أنا مجربة في البيت وأكلت منها لأولاد. والله وعجبتهم، فبعد كده أحط نص الكيكة في المكتب وخلصت. فإن شاء الله برضو هتجيبكم وهنعمل مع بعض الكيكة. عشان نعمل الكيكة دي هناخد 6 بيضات، تمام؟ يستحسن نشيل الصفار البيض من بياض البيض ونضرب البياض لوحدهم والصفار لوحدهم. بس انتوا عارفين يعني فالنتينا اوقات كتيرة جدا بتحب يعني تسهل لنفسها حاجات كتيرة، فاحنا هنضرب البياض مع الصفار، ده اهم حاجة عشان الكيكة تنفش معانا كويس. خلاص احنا هنضرب البيض. وبين البيض عندي بيتضرب، انا اخد حله صغيره وادخل فيها الزبده والشوكولاته، يعني دي برضو حاجه يعني احنا مش متودين عليها. بناخد الزبده والشوكولاته بنحط في الحله وبنسيح الحاجات في بعضها. دايما يعني في الطبيعي احنا متودين لو عايزين نسيح شوكولاته ناخد البوله مليانه ميه مغليه وهي بتغلي نحط الشوكولاته عليها، لكن الوصفه دي سهله فهنحط الحاجات على بعضها. اهي عندي 250 جرام من الزبده وعندي 250 جرام من الشوكولاته، فاحنا هنكسر الشوكولاته على النار هاديه وهنبتدي نسيح الشوكولاته والزبده. البيض عندي بيتضرب اهي، فهنسيب احنا الشوكولاته مع الزبده تسيح وبعد كده نطفي عليه ونستنى يبرد شويه قبل ما ندخل على البيض ولا العجينه كلها. عندي هنا 175 جرام من السكر، فهندخل السكر على البيض ويضرب. عندي كمان عايزين ندخل 4 معالي من السكر بني. سكر بني بيدي طعم لطيف جدا لاي وصفه، خصوصا الحاجات اللي بتخش الفرن. سكر بني دي حاجه خرافيه جدا. لو ما عندكوش سكر بني انتوا ممكن تستخدموا نفس الكميه من سكر عادي بس تزودوا عليه العسل اسود، يعني برده هيدي الطعم ده، بس يستحسن لو عندكم سكر بني طبعا تدخلوا السكر بني. هنضرب البيض جامد كده مع بعضه، تمام. هندي كمان هنحط في الوصفه
الكوفي. عندي هنا بتاع مثلا 3-4 معالي من الكوفي، فهنحط فيه شوية المية. اهي كده، فحطينا مية على الكوفي بتاعتي. هنضربه شوية عشان كله يسيح. دي هتكوفي تتجنن بصراحة. الكيكة دي مع الكوفي الصبح حاجة مش معقولة. هنشيك بس على الزبدة بتاعتي. هنشوف، هنقلبها اهي. تقريبا الشوكولاتة بتاعتي ساحت، فانا اقلبها كده هوت واسيبها تسيح. بس خلاص فكيت النار واحده واحده، الزبده ساحت، فهي هتسيح بقيه الشوكولاته ان شاء الله. اهي واحده واحده، شايفين البيض اتضرب عندي ازاي. فانا هعمل حاجه، هناخد دلوقتي نص معلقه من عصير ليمون هنحطه على البيض. ليه بقى؟ عشان خاطر العصير ليمون هيمسك البيض ومش هيخليه ينزل. تمام؟ دلوقتي احنا هناخد التشيلي، هناخد الفلفل الحراب تحتي، يعني مش ضروري نحط الكاملة يعني، بس نحط مثلا نصها. وبرده ممكن ناخد ربع معلقه من الفلفل الحراق يعني حشطه نحطه في الوصفه. فبرده ليه؟ عشان خاطر التشيلي بتاعتنا هو عايزين نرفعه قد ما نقدر، عشان واحنا بناكله ما نحسش بالقطعات الكبيره. يعني هي هتبقى حاجه مدهشه كده كل شويه ناخد نقطم وفي حتت هتكون حراق شويه. فهنرفعه قد ما نقدر كده اهوت، خالص 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 خالص. برضو ممكن لو عايزين مره هنعمل مع بعض الكيكه من غير لوز ومن غير كوفي، يعني برضو هتكون الكيكه شوكولاته بس بالشطه زي براونيز كده، برضو هتطلع حلوه جدا. بس دي هتكون في الحلقات ان شاء الله يعني بعدين. اهي قطعنا فلفل، هناخد الفلفل نحطه جوه. دلوقتي احنا هناخد الكوفي نحطه برضو مع القليلة، وهنضرب الحاجات على بعضها. وناخد شوية شطة. ربع معلقة بس، يعني حاجة بسيطة. عندي هنا اللوز، لوز 125 جرام، يعني تقريبا نقول نص كوب بتاع اللوز مضروب. أنا ما عملتش فيه أي حاجة، أخدت اللوز زي ما هو وضربته في الخلاط. هنحطه على القديمة. ودلوقتي ناخد الزبده مع شوكولاته ماشي، وهندخله على القليله بتاعتنا كده اهوت. كل ده مع شوكولاته تمام، ونضربه.
وناخد دلوقتي 3 كوبايات من الدي وهنحطه جوه. واخر حاجه هنحط بيكنج باودر على العجينه كده. هنسيب الحاجات تتضرب على بعضها. هناخد احنا صينيه هندهنها شويه زيت، حاجه بسيطه، او زبده لو عايزين تدهنوا الحله بالزبده برضو هتكون نفس الهيه هي. لو حتى انتوا بتستخدموا تيفال برضو، يعني النصيحه مني ناخد الزيت او زبده وندهن الصينيه قبل ما ندخل العجينه. العجينه بتقريبا بتاعتي جاهزه، هديها بس تقليبه جامده شويه. وكده هي جاهزه. هناخد العجينة، عندي فرن شغال على 180-200 حسب انتم متعودين عليها على الفرن بتاعتكم. هناخد العجينة وهندخلها في الصينية كده. اهي هندخل الصينية في الفرن لمدة مثلا 40 دقيقة أو 50 دقيقة، وبعد كده هنطلعها. وعندي زينة للكيكة دي، وهنعمل وصفة تانية بسكوت معين كده حلو إن شاء الله هتعجبكم. وخليكم معانا هنشوف الكيكة العبوشات بتاعتي هتكون عاملة ازاي. خليكم معانا.